الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها المسلمون والمسلمات. أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أعطانا فرص لنتوب إليه، وأعطانا يعني نوافذ يدخل منها الذكر إلى هذا القلب. هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولذكر الله أكبر. الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا القرآن لنقرأه بتدبر وتمعن ونفهمه، ثم نقوم بما يجب القيام به إن شاء الله تعالى. الذكر أيها الإخوة هو أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت حي، وإذا كنت لا تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت ميت، والبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فهو قبر، فهو ميت لا حياة فيه. والناس الذين يسكنون في بيت ولا يذكرون الله فهم أموات غير أحياء. وسنرى بأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الذكر في القرآن وفي التهليل وفي التسبيح وفي التكبير شفاء، شفاء ودواء لهذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، والذي يعلم شنو يحتاج هذا الإنسان، ما هو دواءه. فالذكر أولا، كل الوجود يذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان دائما يذكر هذه في باله. الشمس تذكر الله، القمر يذكر الله، الرعد يسبح بحمد الله، البرق يذكر الله سبحانه وتعالى، الشجر يذكر الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون الأحاديث التي وردت في أن الصحابة سمعوا الحجر الحصى يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل البعثة في مكة. كان كيدوز النبي صلى الله عليه وسلم والحجر كيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليك يا رسول الله. والشجرة التي شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف عليه أعرابي بسيفه وقال: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الشجرة، هذه الشجرة اللي هي اللي غادي تشهد بأنني رسول الله. فجاءت الشجرة بالجذور ديالها تزحف حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكون كله يسبح، لا يوجد مكان بين السماء والأرض إلا وفيه ملك يسبح الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت تسبح الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى فأنت غادي في نفس الطريق، في نفس الاتجاه، في نفس الوجهة مع هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فتعيش عيشة طيبة سعيدة ولو كنت فقيرا، ولو كنت فقيرا. وإذا أعرضت عن ذكر الله تعيش عيشة ضنكا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. لأن هذا الجسم وهذه الروح لا تستقيم إلا بعبادة الواحد الأحد الذي خلقها سبحانه وتعالى. الوجود كله يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم الجماد كذلك يسبح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في حجته، في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، يذكر للصحابة ويقول: هذا جمدان جبل، ثم يقول:
سبق المفردون. قالوا الصحابة: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. بعض العلماء قال: ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجبل ثم قال سبق المفردون؟ ما هي العلاقة بين الجبل وبين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قال أحد العلماء: ذهبت إلى هذا الجبل بس نشوف شنو المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال: هذا الجبل يوجد على بعد 100 كيلومتر من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة، إذن فهذا الجبل قريب إلى مكة بعيد من المدينة. فقال: سبق المفردون. والعلماء فسروا المفردين بأنهم الناس الذين يسافرون ببعير واحد خفاف، فالخفيف اللي ما متقلش يصل بسرعة إلى بغيته إلى مكة. وكذلك الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر يزيل الذنوب عن الجسد، فيصبح الإنسان خفيفا بعدما كان ثقيلا، فيصل إلى الله سبحانه وتعالى بدون مشقة. هذا هو الذكر أيها الإخوة، التسبيح والتهليل والتكبير، وكل هذا ذكر. ثم الطير يسبح بحمده سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ثم أن الصلة بين الله وبين أوليائه صلة ود ومحبة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه العلاقة إذا انقطعت بينك وبين الله فأنت ضعتي. إلا ما كنتش كتقرأ القرآن، وما كنتش عندك ذكر في الصباح من بعد صلاة الفجر، وما عندك ذكر في المساء بعد صلاة المغرب، فشنو أنت إذن؟ ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب وتصلي فقط. ربما الصلاة لن تكفيك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبنا في الحقيقة، وإلا إذا حسبنا الله سبحانه وتعالى على أعمالنا فلا ما نستحقش الجنة أيها الإخوة، ولكن ندخلها بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين، يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولكن المؤمنين الله يقول عنهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله لأنهم باستطاعتهم أن يبيعوا، أن يعطوا أرواحهم في سبيل الله، هذه درجة كبيرة ما وصلنا لهاش، أن يعطوا أموالهم في سبيل الله. وهذه فيها تفاوت بين الناس، منهم من وفقه الله سبحانه وتعالى للإنفاق، ومنهم من لم يوفق، والله غني سبحانه وتعالى، وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يقول الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر كذلك مصدر كل نعمة من الذكر، يقول سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اجلس 5 دقائق وتفكر، فين كنتي هذه 20 سنة؟ فين كنتي هذه 30 سنة؟ فين كنتي هذه 40 سنة؟ وكيفاش كنتي؟ أين كنت تعيش؟ شحال كان عندك الفلوس؟ شحال كانوا عندك تاع الديور؟ واش كنت مزوج؟ كانوا عندك الأولاد؟ ما كانوش عندك. ولكن عندما تتذكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، تبقى تحسب ما تقدرش، لا تستطيع، في المقابل خذ، ماذا قدمت لله سبحانه وتعالى؟ شنو أعطيتي؟ ستقول: صليت، صمت، زكيت، حجيت. ولكن في المقابل خذ نعمة واحدة، خذ نعمة البصر، نعمة البصر فقط، وحطها في الميزان، وجيب الأعمال ديالك كاملة وحطها في الميزان، ستجد بأن نعمة البصر أثقل وأعظم مما قدمته أنت لله، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بجهدك، وإنما هي هداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل وقت وحين، حتى تبقى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة قوية. ثم يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به
يعني شرائع الإسلام ولات كثيرة عليا، ما بقيتش عارف شنو غادي ندير، وريني شي حاجة أمسك بها وأتشبث بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. سيقول قائل: أنا كنجلس كنذكر الله ولكن ما كنحش بحلاوة الذكر، بحلاوة قراءة القرآن، بحلاوة التمتع بكلام الله سبحانه وتعالى، ما كنحش. أين هو الخلل؟ واش الخلل من الإنسان أو من القرآن؟ الخلل من الإنسان. الطبيب إلا عطاك الدواء وقال لك هذا الدواء هذا خصك تشربه 7 أيام وتشربه 3 المرات في النهار باش لو برانسيب اكتيف يدوز للدم باش حتى يداويك ويقع الشفاء بإذن الله، أنت تذكر الله سبحانه وتعالى ربما مرة في النهار وتقول: لا أحس بحلاوة الإيمان ولا أحس بقربي من الله سبحانه وتعالى. لا، هذا لا، ما يمكنش. خصك تذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، حتى من ما تذكر الله تحس بأنك شي حاجة ناقصك، بأنك ثقيل، بأن القلب ديالك ثقيل والصدر ديالك ثقيل. ولكن عندما تذكر الله سبحانه وتعالى تحس بأنك قوي، بأنك خفيف، الصدر ديالك خفيف، وتستطيع أن تقتلع الجبال، وتستطيع أن تساعد المسلمين، وتستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها، وتستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بفضل هذا الذكر فقط. ثم أيها الإخوة، الذكر مطردة للشيطان ووساوسه، وهو كذلك مغفرة للذنوب. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، يعني تحيد منه الوراق دياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. يعني كيجي وقت الخريف وكتلقى الشجرة كتهبط الوراق ديالها، فكذلك ذكر الله، إذا ذكرت الله بهذه الكلمات المباركات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن الله سبحانه وتعالى كيحيد عليك الذنوب كما تضع الشجرة أوراقها. هذه سهلة أيها الإخوة، خير من الكلام الذي لا يليق فيما حرم الله أن تتكلم في فلان وفي فلانة وفي عرض فلان وفي عرض فلانة، وأن تتكلم كلام لن ينفعك يوم القيامة. ولكن إذا جلست وذكرت الله سبحانه وتعالى فإنك تغرس في الجنة شجرا لك بكل كلمة تسبح بها الله سبحانه وتعالى. ثم الذكر أيها الإخوة غراس وبناء. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى فلسطين إلى بيت المقدس، ثم عندما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء التقى بإبراهيم الخليل. قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد أقرع أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك يا محمد، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني أرض منبسطة مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عندما تقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كيغرس لك شجرة في الجنة. وهكذا، فعلاش الإنسان يبحث أن يصبح غنيا في الدنيا، يبغي الأموال الكثيرة؟ مشروع، ماشي حرام، ولكن لماذا لا يفكر في الآخرة وهي دار الخلود، وهي دار الخلود؟ أما هذه فدار فانية زائلة. ثم الذكر أيها الإخوة هو الحصن الحصين من الآفات والأمراض والشرور. للحديث: من رأى مبتلا فقال، هذا هو الدعاء أيها الإخوة، هذه هي الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش كلام هكذا في الفاضي في الهواء فقط، وإنما لكل كلمة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ومفتاح،
الإنسان يعرفها يتعلمها. فقال من رعى مبتلا، شفتي شي واحد مبتلا ما كيشوفش ما كيقدرش يتمشى مريض، فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذه أدعية مباركة أيها الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذكر، معية الله ورحمته وتوفيقه لمن يذكره. للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأني معه وأنا معه إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم هو سبب كذلك الذكر من عذاب الله سبحانه وتعالى. للحديث ما عمل آدمي قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تخوفا تدعونه. هؤلاء المشركون يدعون الله سبحانه وتعالى وهم في البحار في ظلمات البر، وهم في الغم والهم والكرب العظيم، يدعون الله سبحانه وتعالى على أن ينقذهم وعلى أن ينجيهم، فينجيهم الله سبحانه وتعالى وقد أشركوا به. فما بالك بالذين يؤمنون. الإنسان المؤمن إذا ذكرت الله الله يذكرك، إذا ذكرت الله في ملأ عظيم الله سبحانه وتعالى يذكرك بين الملائكة باسمك باسمك، ويوم تموت تأتي الملائكة يثبتونك بالقول الثابت اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه الكلمة ما كتعطاش لأي واحد، ما تقولش لأنني كنصلي نهار غادي يجي ملك الموت غادي نقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أي هذا والله لو كان ماشي لسان ديالك يذكرها في كل وقت وحين الله سبحانه وتعالى ما يتبتكش عليها يوم تموت، ويوم يأتي ملك الموت والملائكة تحيط وتنتظر خروج الروح. فإذا كنت مؤمنا صادقا حيا تذكر الله سبحانه وتعالى فستخرج هذه الكلمات بسهولة كما تخرج الروح بسهولة، لأن الملك يقول لها أخرجي إلى جنات وإلى الفردوس وإلى رحمة الله، فتخرج الروح كما يخرج الماء من القارورة، من كتخوي الماء من الكاس كدلها كذا كيتفرغ بسهولة. أما الإنسان الكافر فإن الروح تتوزع في الجسم فيخرجها الملك غصبا بالسيف. فلذلك أيها الإخوة والله ليس هناك أعظم من ذكر الله سبحانه وتعالى. مرة أذكرها في الحق خرجنا مع أحد الأخ قال لي أخ جواد نمشي وشي ناس امرأة مريضة لا تستطيع أن تخرج من البيت جالسة في الظلمة. قلت له أخي أنا نمشي نقرأ شوية القرآن. قلت له أنا ما مولفش نقرأ اسمي. قال لك يلا معايا فقط. فذهبنا والله الذي لا إله إلا هو دخل هذا الأخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويبارك فيه، دخل فأخرج الكلب من البيت، أخرج التماثيل الناس كيزوقوا بالتماثيل هذو نتاع الشين والبيوت ديالهم وما إلى ذلك والصور وما إلى ذلك، أخرج كل شيء وقال لي الآن أذن. أذنت قلت الله أكبر أذنت والله قرأنا بعض الآيات. فقامت المرأة وخرجت وخرجت. ذكر الله أعظم شيء في الدنيا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان يجلس ولا يقرأ حتى ما يقرأش سورة الإخلاص وما يقرأش المعوذتين ويقول صدري مضيق وأنا كندير الأحلام المفزعة وما إلى ذلك، نقول له يا أخي اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله في الصباح، اذكر الله في المساء إلى حرقك رأسك، اذكر الله سبحانه وتعالى وسترى بأن الله سبحانه وتعالى سيؤيدك بجند من عنده لا تراهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mes chers frères, mes chers sœurs, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes à l'approche des derniers jours de Ramadan. Et filhaqiqa, celui qui sort de Ramadan sans avoir acquis un minimum de piété, un minimum de rapprochement de Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il aura juste goûté à la faim et à la soif. Et ce n'est pas cela. Ça, c'est le premier degré de siyam, c'est de ne pas manger et de ne pas boire. Mais le siyam que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est celui de la langue. De ne pas parler sur des choses futiles, de se consacrer à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la lecture de le Coran. Un certain nombre de personnes vont dire, mais moi je ne sais pas lire. Mais maintenant, tout est facile, ayyuhal ikhwa. Tu peux t'asseoir et lire devant un imam, devant un frère qui sait lire. Ou bien si tu sais juste lire quelques lettres, tu lis difficilement, mais tu as la récompense de ce que tu lis. Tu as la récompense pour chaque lettre, dit Hassanat, ayyuhal ikhwa. Pourquoi passer à côté de ce commerce gagnant à 100% l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure chose à laquelle le musulman puisse consacrer sa vie et son temps est l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il nous demande de l'invoquer. Allah, il n'aime pas ceux qui se suffisent, ils disent « Je ne demande rien à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai alhamdoulilah, mon compte bancaire il est plein, j'ai de quoi manger, j'ai ma maison, je m'habille bien, il ne me faut rien, je n'ai besoin de rien. » Ils ne demandent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'aime pas ce genre de personne, ayyuhal ikhwa. Allah, il aime que tu lui demandes même le sel. Les compagnons, ils demandaient le sel à Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, dans chaque chose, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'invoquaient, parce que la prière, c'est l'invocation. La prière, c'est l'invocation. Sinon, pourquoi répéter 17 fois « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Ce n'est pas une invocation. « Ihdina as-sirata al-mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin. » « Aide-nous. » C'est une invocation. Donc, la meilleure chose yani, à laquelle le musulman puisse consacrer son temps et sa vie, c'est l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui ont cru. » Et donc, les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une balance, c'est un mizan que Allah nous a donné. Si tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne ressens pas la sérénité, la paix, la tranquillité dans ton cœur, cela veut dire que tu dois encore faire plus d'efforts pour ressentir cela, parce que c'est une certitude. Celui qui évoque et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut se sentir que léger, il ne peut se sentir que tranquille, il ne peut se sentir que serein. Mais celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala alors que son cœur n'est pas présent, celui-là, il ne profite pas de son évocation et il ne profite pas de son invocation. Allah dit, ceux qui ont cru dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu, n'est-ce pas l'évocation de Dieu, n'est-ce pas par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Il dit aussi, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, Soyez reconnaissants envers moi et ne me reniez point. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa majesté subhanahu wa ta'ala, le grand, le plus grand, le puissant, qui est capable d'anéantir toute l'humanité. Il nous demande à nous, êtres humains, faibles et pécheurs, de se rapprocher de lui, de l'invoquer, de lui demander pardon. Allah, il aurait pu descendre les anges sur terre. Ils ne feront pas de péché. Mais Allah, il a créé une création, il sait qu'elle fera des péchés. Mais il sait, il lui demande de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, évoque ton Seigneur en toi-même, dans l'humilité et la crainte, sans élever la voix, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des inconscients. Et combien d'inconscients, ayyuhal ikhwa, parmi les musulmans, combien, quand on voit les mosquées se remplir au mois du Ramadan, et tout de suite après, ils se vident. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand on voit que les rangées pendant le Fajr, elles ne sont pas les mêmes que pendant Salat Tarawih, c'est quoi le plus important? Le sens des priorités. La priorité d'Arna Allor, Ordina Tarawih comme une obligation. Alors que Tarawih, c'est une sunna. Tu peux la faire chez toi. Et si tu ne la fais pas, tu ne seras pas châtié. Par contre, l'obligation, si. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala te demandera, c'est ta prière. Qu'est-ce que tu en as fait? De la prière de l'Fajr, de la prière de l'Dhuhr, des cinq prières. Ça, c'est le minimum.
Qu'est-ce que tu en as fait? Tu les as fait à l'heure? Est-ce que tu as bien fait les ablutions? Est-ce que tu étais concentré pendant la prière? Ton cœur était présent? Est-ce que tu ressentais, tu savourais la lecture, les mots que tu prononçais? Ou bien c'était juste une mécanique, un peu de sport? C'est ça, Yuala Erkwa, la priorité, ce sont les obligations. Tu veux te rapprocher de Dieu? Rapproche-toi de Dieu par les obligations d'abord. Les obligations d'abord. Et ensuite, adviennent les sunan pour parfaire les négligences que tu as eues pendant les obligations. Les jeunes, tu les vois, fin Ramadan, ils sont tous là. Masha'Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ni yahdiyahum, wa an yubarika fihim, wa an yuslihana wa yusliha abna'ana jami'an ayyuhal ikhwa. Mais ça, nous devons l'apprendre, ayyuhal ikhwa. Il y a des priorités, il faut être logique. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, évoquez Dieu abondamment, peut-être réussiriez-vous. Il dit, ceux et celles qui évoquent Dieu abondamment, Dieu a préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Mais sans aller trop loin, ayyuhal ikhwa, quand on voit Allah, il nous dit, toute chose que j'ai créée, elle évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont entendu les pierres yusabbihun dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je reconnais un rocher à la Mecque qui me saluait quand je passais. Yusabbihun, l'arbre qui est venu témoigner et s'est arraché du sol pour venir témoigner devant quelqu'un qui demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait, qui va témoigner maintenant que tu es le prophète? Il lui dit, cet arbre. Et l'arbre s'est arraché et est venu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, j'atteste que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, la terre, le vent, ar-ra'd, yusabbihu bihamdi. Les anges évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour venir à une certitude. Si tu es parmi ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui, dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont un manque quand ils ne lisent pas le Coran, ils se sentent frustrés, ils ont quelque chose, ils ont un besoin. Comme tu as besoin de manger, lui, il a besoin de lire le Coran. Il a besoin d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir, comme ça, il va se sentir bien dans sa peau. Ceux-là, ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, ils sont avec Dieu matin et soir, ceux-là, ils vont dans le même sens que la création. Dans le même sens, dans la même direction que les cieux et la terre. Et ils vivront bien. Ils vivront heureux, même s'ils sont pauvres. Et ceux qui se détournent de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se détournent de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne vont pas dans le même sens que la création, ceux-là, ils vont à reculons, ils vont dans l'autre sens. Ils vont vivre une vie pénible, dure, même s'ils sont riches. Même s'ils sont riches. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'équilibre du corps de l'être humain soit par deux choses. Par la nourriture, que nous mangeons pour le corps, mais aussi par la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à Daoud alayhi salam, quand il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala, les montagnes et les oiseaux répétaient après lui. Parce que Allah n'a pas créé ce monde vainement, sans raison, sans but, sans objectif. Il y a un objectif, ayyuhal ikhwa. Soit tu te mets dans le rang avec la création, et tu vas vivre bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Soit tu vas aller dans le sens contraire. Et à ce moment-là, tu vas courir tout le temps derrière l'argent, derrière la richesse. Mais tu n'auras que ce que Dieu a écrit pour toi. Donc, ayyuhal ikhwa, une histoire que j'aime bien raconter, c'est le dhikr. Quand on dit on ne ressent pas la douceur de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On était jeunes, un frère m'a dit, on va aller voir une famille, ils ont besoin qu'on lise un peu de le Coran. Il y a une dame qui est malade, qui n'arrive pas à sortir de chez elle. Elle était dans les ténèbres, à l'intérieur de la maison, toujours les lumières éteintes, et ils ne pouvaient pas sortir. Et nous sommes partis, il a commencé par sortir ce qui est
normalement ne devait pas, ne doit pas être dans une maison de musulmans, à toutes les statuettes, le chien, etc. Et il m'a dit, Jawad, fais l'appel à la prière. Al-Adhan. J'ai fait l'Adhan et nous avons lu quelques versets. Wallahi, la femme, elle s'est levée, heureuse, et elle est sortie de chez elle. Al-Dhikra, ayyuha al-Ikhwa, matradatun lish-shaytan. Elle repousse le shaytan, elle repousse les paroles de shaytan. Rien que ces paroles. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Jibril de lui faire la ruqya avant. Mais quand il a reçu la révélation de « Qul a'udhu bi rabbil falaq »« Qul a'udhu bi rabbin nas » Il lui a dit « C'est bon, j'en ai pas besoin, j'ai ce qu'il faut. »« Qul a'udhu bi rabbil falaq »« Qul a'udhu bi rabbin nas » Si tu n'as pas trouvé le secret, si tu n'as pas trouvé la clé, c'est toi qui n'as pas su lire. C'est toi qui n'as pas su te concentrer. C'est toi qui n'as pas su le dire autant de fois pour s'imprégner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed, quand il était malade, il lisait dans de l'eau Al-Fatiha, 7 fois, 14 fois, 21 fois, et il le buvait. Il dit la baraka de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, pour vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a puni Pharaon, il a dit le ciel ne les a pas pleurés. Le ciel ne les a pas pleurés, n'a pas pleuré l'armée de Pharaon, il n'a pas pleuré Pharaon, malgré qu'ils étaient riches et puissants sur terre. Mais cela veut dire que le ciel, il pleure. Quand est-ce qu'il pleure, ayyuha al-ikhwa ? Il pleure de cet homme, de cette femme, qui s'assoit appuyé à un poteau, à un pilier, et qui lit le Coran tous les jours. Tous les jours, au même moment, au même endroit, il lit, elle invoque. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où tu vas mourir, l'endroit par lequel passer ta parole, le ciel, cet endroit, il va te pleurer. Il va dire, plus jamais cette parole ne montera par cet homme-là. Donc, ayyuha al-ikhwa, revenons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenons à la lecture du Coran, revenons à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le chemin qui mène vers le paradis, ayyuha al-ikhwa. Inch'Allah ta'ala, nad'ou li ahadil marda, inch'Allah ta'ala. Le département jeunesse de la mosquée, en collaboration avec différentes mosquées, organise des veillées, des nuits impaires, donc, inshallah ta'ala, pour les jeunes, pour tout le monde. Demain, inshallah ta'ala, ça sera donc dans plusieurs mosquées. Demain, ça sera après At-Tarawih à la mosquée Al-Huda, ici à Croisée, inshallah ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Également, inshallah ta'ala, je ferai l'appel pour nos frères en Syrie. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, les frères l'ont rappelé à plusieurs reprises. Ma yajri fi Syria. يعني الإنسان ولو تبكي ماذا تقول تبكي عليهم تدعو لهم ولكن هناك يعني جهاد أكبر من هذا هو أن تنفق عليهم أن تنفق عليهم ولكن أضرب لكم مثلا لنفرض مثلا لا قدر الله لو أن في المغرب مثلا في القبيلة ديالك ولا في الجزائر في القبيلة ديالك ولا في تونس في القبيلة ديالك يقع ما يقع الآن في سوريا وعندك هناك لا فامي ديالك خوتك مك خواتاتك جدادك إلى ما إلى ذلك منهم من مات منهم من شرد منهم من الإحماق منهم وهكذا ماذا تفعل ماذا تفعل هل تعطي أم لا تعطي ستعطي ستعطي وهذه الأخوة اللي علاقة الدم ركين علاقة أكبر منها هي علاقة الإسلام هي علاقة الدين وهؤلاء أيها الإخوة الناس في سوريا والله المشردين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يرفع هذا الكرب وهذا الهم عن المسلمين في سوريا وفي العراق فكان وجب علينا أيها الإخوة أن ننفق في سبيل الله بالقليل كل واحد على حسب الموين دياله ولكن الغني يجب أن ينفق أكثر من ذلك الفقير ما يقولش أنا نعطي بحالي بحال الناس نعطي 10 أورو وهو يستطيع أن يعطي 1000 أورو هذا لا يجوز والله سبحانه وتعالى ينظر أنت تريد أن تشكر الله بالكلام فقط تقول له الحمد لله والشكر لله وكان صلي وكان توضى لا الله يريد منك أن تعطي مما أعطاك أن تنفق مما أعطاك لأنك ستموت غدا وتذهب بلا شيء إلا بالعمل الصالح فأنفقوا في سبيل الله يا إخوة ولا تبخلوا على أنفسكم ندعو كذلك لأحد المرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أنت الله بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
نسألك بأن نشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح بيوتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فأشغله بنفسه يا أرحم الراحمين، واكفنا شره بما تشاء يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ابناءنا، اللهم اصلح جماعة المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنزل دواء من دوائك وشفاء من شفائك على كل بلاء وعلى كل مرض فيبرأ برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل نفقاتنا وأصلح أحوالنا ورد بنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك وجودك وكرمك. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا ومن له الفضل علينا ومن سبقنا بالإيمان ومن علمنا حرفا من القرآن برحمتك وجودك. اللهم احفظ القائمين على هذا المسجد، اللهم احفظ القائمين على هذا المسجد، احفظهم في أنفسهم واحفظهم في ذويهم واحفظهم في أموالهم وفي أولادهم وأسرهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من المنفقين وزدهم من فضلك وزدهم من فضلك وزدهم من فضلك برحمتك وجودك وكرمك يا من لا يعلم بذاته الواصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.